أمي بدي أقول لك شغلة، بنتها للخالة فيملا رينكي إجت لعنا على البيت، وأنا سمعت حديث براغيا ورينكي بدون ما يحسوا علي. هن اثنيناتهم كانوا عم يحكوا عن تيجين دار. رينكي اليوم كانت عم تحكي مع براغيا وقالت لأنه هي بتحبه لتيجين دار. بس استني علي وشوفي، أنا رح أعمل كل جهدي لأفضحها لبراغيا قدام كل العالم، وبدي خليها تنقلع برات هذا البيت، وبكرة بتشوفي. أنتي عن جد جبتي لي أخبار بتجنن بنتي بيال؟ بس ليكي أنا بدي أسألك، أنتي كيف بتخططي لتعملي هيك؟ إيه ماما، أنا ما فيني أحكي لك كل شي على التليفون هلأ، بعدين بقلك، بس إجي بكرة لعندك على البيت بحكي لك، لأنه الحيطان إلا أدان هون أمي. طيب ماشي، لا تطولي بالجية. أنتي بتعرفي إني ممكن أقدر ساعدك وأنصحك منيح بهذا الموضوع. إيه يلا. لا تتأخري بالجية، رح كون بانتظارك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.